المزيد ينضم إلينا هاتفيا سيد عبد الستار حتيتا الخبير بالشان الليبي. أرحب بك أستاذ عبد الستار. يا مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا بك. بعد هذه التصريحات الأخيرة من رئيس المجلس ورئيس الوزراء، هل صارت المصالحة الليبية حقيقة واقعية ملموسة على الأرض؟ تستطيع أن تقول أن هناك محاولات حثيثة وتشجيع أيضا من جانب المجتمع الدولي وكثير من الدول الإقليمية. يعني المصالحة أمر في غاية الأهمية، ويؤدي إلى بناء الثقة، ويؤدي إلى يعني إجبار كثير من الخواطر. تعلم أن هناك مشاكل منذ عام 2011 حتى يومنا هذا، مرورا بالحروب التي جرت في 2014 و2019 وما بينهما. يعني كل هذه الجراح وكل هذه المشاكل تحتاج إلى خطوات مشجعة، خطوات عملية، خطوات على أرض الواقع للبدء في المصالحة. طبعا المصالحة لن تبدأ ولن تكون مقنعة إلا إذا تم وضع برنامج للإفراج عن آلاف من السجناء، سواء كانوا سجناء من الشرق أو الغرب أو غيرها من المناطق في ليبيا جراء الخلافات السياسية والحروب العسكرية والميليشياوية وغيرها. تحتاج الحكومة إلى شجاعة وتحتاج إلى تشجيع في الحقيقة من جانب الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بالملف الليبي لكي تنجز هذا الملف المهم الذي سيسهل إجراء عملية الانتخابات في موعدها في شهر ديسمبر المقبل إن شاء الله. رئيس المجلس السيد لمنفي دعا كل المكونات الليبية للانخراط في هذه المصالحة، إلى أي مدى ترى استجابة من المكونات الليبية لدعوة السيد لمنفي؟ أنا أعتقد أن الأمر أصبح بين يدي السلطة الجديدة، سواء كان بواسطة السيد محمد لمنفي بصفته رئيس المجلس الرئاسي، مع الوضع في الاعتبار أن سلطات المجلس الرئاسي أقل من سلطات المجلس الرئاسي السابق. أيضا السيد عبد الحميد الدبيب رئيس الحكومة الجديد يعني أيضا عليه عبء كبير في اتخاذ زمام المبادرة. يعني لابد من إقناع المجتمع المحلي في ليبيا بأن هناك خطوات عملية على أرض الواقع للمصالحة. يعني لا يمكن مثلا التفكير في المصالحة بينما هناك آلاف العائلات من مدينة تورغا الواقعة جنوب مدينة مصراتة ما زالت نازحة عن مدينتها منذ عام 2011 حتى اليوم. يعني لا يمكن الحديث عن مصالحة بينما هذه الأسر ما زالت تعيش في المدارس والمصانع المهجورة وفي العراء. أيضا بالنسبة للسجناء، هناك آلاف من السجناء في السجون الليبية، هناك أيضا الجماعات الميليشياوية. يعني الجماعات الميليشياوية لكن تحتاج. لدينا تصريحات من الشخص المسؤول سيد محمد لمنفي، رجل يقول لن يكون مشروع المصالحة تحت أي وصاية سياسية، هي رسائل طمأنة للجميع. نعم، يعني الحكومة حتى قبل أن تقسم أمام مجلس النواب والمجلس الرئاسي، حتى قبل أن يقسم أمام المحكمة الدستورية العليا، كان لدى هذه القيادات يعني مبادرات طيبة ونزعة ناحية المصالحة واتجاه إلى توحيد المؤسسات الليبية وتوحيد القبائل الليبية وإنهاء الخلافات وإنهاء جراح الماضي. لكن لا يخفى على أحد أن هذا الطريق طويل وشائك ومعقد. يعني هناك الكثير من المكونات وكثير من العراقيل التي يمكن أن تبطئ هذه الخطوة وأن يعني تتسبب لها في عراقيل. الحكمة تقول أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي. طبعا هذا صحيح إلى حد كبير، وأعتقد أن الأمور في ليبيا يعني حتى الآن تسير في هذا الاتجاه، محاولات حثيثة لجبر الضرر ومحاولات أيضا لتجاوز العراقيل الموجودة على الأرض بإذن الله. شكرا جزيلا أستاذ عبد الستار حتيتا الخبير بالشأن الليبي، كنت معي هاتفيا.